بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني أخواتي الحجيات، اليوم أحب أوضح لكم بعض المسائل اللي تتعلق بإداريات الحج لهذه السنة. بما أنه تعرفون أنه هو حقيقة الحج سفرة تعبدية خالصة لله عز وجل وليس سفرة سياحية، يعني أرجو الانتباه أنه على كافة الأخوة اللي يعني ذاهبين إلى الحج أنه أول شيء هو يخلي في حساباته هي سفرة صبر وتحمل وسفرة عبادة وليس سفرة سياحية، ولا يقيس ما بين الأكل والهوتيل والفنادق والسيارات والباصات مع السفرات الأخرى اللي يذهب بها إلى مناطق أخرى بالعالم. المهم هي من الخواص السفرة لازم تكون بها صبر وتحمل. وأحب أبدأ بتوضيح بعض المسائل اللي تخص مثلا الحجاج والحركة مالتهم. حسب ما يشوفون أنتم هنا الكم الهائل من الحجاج بيت الله الحرام، فعليه أنه التحرك لازم يكون ليس بشكل منفرد، يعني كمجموعة تكون أكثر من شخصين أو ثلاثة، ويجب أن يكون معاهم موبايل بحيث أنه واحد يكون على اتصال وياهم، مو أنه كل من يطلع الحالة بدون ما يبلغ رئيس مجموعة، لازم أنه عنده موبايل حتى نكون على الاتصال وياه. وأوصي أخواني اللي هم حقيقة بالسنة الأولى بالحج أنه الانتباه على الواجبات، الانتباه على الواجبات وليس المستحبات. احنا قلنا ان شاء الله اذا الله سهل انه بالتوجه الى بيت الله الحرام يكون بشكل ليس منفرد، يعني واحد ينسى انه هو بشكل منفرد التحرك مالته، لازم يكون بشكل جماعي، اقل شيء اثنين وياهم يكون موبايل حتى يكون للاتصال. هنا انا اخواني اخواتي انتباه، احنا ان شاء الله من نتوجه الى المطار ننزل اول ما من المطارات متعددة، المهم نوصل إلى مطار المدينة. مطار المدينة الملاحظة المهمة أنه هنا يجب على كل حاج أو حاجة أن يخلي علامة مميزة على الجنطة مالته. ليش؟ أنه من بعد ما يسلمونه جنطة يسلمونه إياها بهذه الصورة، يعني لا يوجد سير ولا يوجد أنه انتظار واسم ورقم وتشوف اسمك، لا أغلب الأحيان تكون بهذه الحالة وخارج المطار، يعني هم الدنيا ظلمة، فأرجو أنه يكون بالجنطة فد علامة مميزة انه كل ما يتعرف على الجنطة مالته. عقب ما ناخذ الاجناط راح نتوجه الى الباصات، ومن ثم يعني هم العمال الموجودين او احنا نخليها على الباصات المخصصة للنقل من المطار الى الهوتيل. فارجو انه شوفوا هاي الباصات فد واحد من عندها، انه ارجو انه كل من يخلي علامة مميزة على الجنطة مالته، والانتباه على أنه هنا من خروج المطار يجب التحمل. ليش؟ لأنه إحنا نقوم بعملية التفويج، التفويج يصير بأنه الشخص اللي جاي من ضمن هو المجموعة، كل من يكون في التفويج أنه كل حملة تأخذ حجاجها وإجراءات اللي هي موجودة هناك ما بين وزارة الحاج وزارة النقل، فإحنا عندنا إجراءات تطول. فالمهم لازم التحمل والصبر بالبداية أنه هنا من الرحلة، من تصعد الباص وأنت متعب جاي من مكان بعيد وأكيد أكثر من مطار، فلازم هنا شوية تعطي جهد وصبر تتحمل حتى نوصل إلى الهوتيل. فكل من يصعد الجنطة مالته ومن ثم يقعد بالباص بانتظار الإجراءات اللي نقوم بها للأخوة الحجاج. احنا نجي للهوتيل، طبعا هذا مو نفس الهوتيل، هالسنه احنا عندنا الهوتيل دلة الطيبة، مو واحد يقول لي هاي مو نفس الصور مال الهوتيل، نعم هذا مو نفسه، هاي مالت العام. الهوتيل هو 5 نجوم بثلاث وجبات اكل صبح وغدا وعشاء. نجي هنا للتسكين، يمكن يعني كل من ياخذ الغرفه مالت، اذا واحد عنده اعتراض رجاني خليه على ثاني يوم مو بنفس اليوم، يكون الكل متعب الكل تعبان يقعد يرتاح ينام ليلة ثاني يوم يقول يا أبا أنا بدل غرفتي أو عندي إشكال أو ما، يعني من هالقبيل، مو يعني بآن واحد إحنا نطلب للهوتيل كل من يريد عدة الاعتراضات أرجو أن يأجلها إلى ثاني يوم. هذا طبعا من قلنا إفطار وغدا وعشاء ثلاث وجبات.
المهم انه بالمدينه هي عندنا 6 ايام، انه هي اعمال مدينه حقيقه تكون اعمال، اعمال المدينه تكون هي حقيقه عباره عن زياره قبر الرسول واعمال المسجد الخاص بالنبي سلام الله، بالمسجد النبوي اقصد، والبقيع، وزياره الاماكن المخصصه في المدينه. ما بيها اي عمل للحج. هنا ارجو انتباه، ندخل للمدينه ما عندنا اي عمل للحج، كل ما هنالك هو مستحبات مقدمات الحج، يعني نكون ايش ما نقدر انه نقوم بالصلاه بالمسجد النبوي وقراءه القران عن روح امواتكم. طبعا هذا المسجد النبوي من الداخل، هذا هنا شو اسمه قبر الرسول سلام الله عليه. وحقيقه في بعد اكو صوره اخرى، هذا بيت الزهراء سلام الله عليها، هذا المنبر، وعندنا حديث انهم اكد ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. احنا عندنا بالكراسات اللي راح نوزع لكم اياها بها شو اسمه توضح، شوفوا هنا انا محدد المنطقه ما بين المنبر وقبر الرسول سلام الله عليه، وواحد هو يشوف الاماكن الحقيقه اللي هي تعبديه. هذا الكراسه راح نوزع عليكم كل واحد عنده بالتخطيط البياني للمسجد النبوي، الاسطوانات، اماكن التعبد، اماكن اللي هي مستحب. المسجد النبوي انه هو القديم حقيقه. هنا جينا الى هذا البقيع، ها صوره للبقيع، وحقيقه هذا لصورة شو اسمه أم البني. هاي البقيع هنا تشوفون مدخل البقيع على الجانب الأيمن، عندكم الأئمة الأربعة الأطهار زائد فاطمة بن أم الإمام أمير المؤمنين. طبعا هذا هم من ضمن الكراسي اللي نوزع لكم إياه بخريطة البقيع. حقا بالمدينة هم عندنا من أعمال نقوم بها هي زيارة الأماكن المقدسة، مثل شو اسمه مسجد قباء، القبلتين، مسجد المساجد السبعة، واقعة أحد، وش اسمه جبل أحد هذني، وزيارة مزرعة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، هي موجودة حقيقة محبين أهل البيت هناك مسويها مزرعة لخدام أهل البيت، والمحبين هناك يروحون ما بيها فشي مثلا مدفون أو زيارة، لا هي مزرعة باسم أهل البيت، من أحب أهل البيت هناك حقيقة مخليها بالمدينة اللي يريد هناك يروح يتبرك بالزاد مالته، وهو هو مضيف الإمام الحسن. هنا أنا هذا هم رسم بيان توضيح عن البقيع وعن المسجد النبوي القديم، يعني مو على التوسعة العثمانية اللي صارت والتوسعة اللي هسه صارت بالعصر الحديث، لا هذا المسجد النبوي القديم. شوف المسجد النبوي حقيقة من مضيف باب البقيع والتوسعة اللي صارت. طبعا هذا قلنا الاماكن اللي احنا نزورها، هاي المساجد السبعه، وهذا مسجد قباء، طبعا هاي شو اسمه جبل احد ما اشركم، وجبل الرماد، وموقعة المعركه اللي صارت وبها موقع حمزه سلام الله عليه. شوف هنا هذا السياج كله الخارجي هي واقعته، وذاك اللي بالداخل البناء بالداخل هو المقام اللي يخص حمزة سيد الشهداء عليه السلام. هذا الكتاب التوضيحي يعطيك الأعمال اللي تخص بالحج. إحنا أول ما نبلش إنه حقيقة بعمرة التمتع اللي هي تكون مقدمة إلى حج التمتع، وبها هم بعض الإيضاحات حقيقة اللي هي تخص الإحرام والطواف والصلاة والسعي والتقصير، لأن أعمال عمرة التمتع. هذا مسجد الشجرة اللي نحرم من عندما متوجهين إلى مكة، من هنا يبدأ الإحرام، لبس الإحرام، أعمال الحج من هنا تبدأ إلى مكة. جينا لمكة، نوصل مكة إحنا قريب الفجر، أول ما نروح للهوتيل نذب غراضنا حقيقة، ومهم إنه كل من يأخذ عنوان الهوتيل ويأخذ وياه 100 ريال للضرورات، يذب الغراض، واحد يجدد وضوء أو يتوجه إلى قيام بأعمال عمرة التمتع من حج التمتع. هذا الكراس نوزع عليكم بكل النيات الموجودة حقيقة، من أعمال الحج، من أعمال عمرة التمتع، أعمال الحج كلها موجودة، يعني أنت بكل عمل تقوم بنية، وهاي النيات كلها هنا أنا شو اسمه جامع لكم إياها بهذا الكراس. هذا هم موجود بالكراس الثاني اللي وزع لكم إياه، اللي هو يخص الكعبة الشريفة، وشنو أهم شيء بيها، هو عندك الكعبة بداية الطواف من الحجر الأسود ونهاية الطواف من الحجر الأسود.
هذا مقام إبراهيم عليه السلام، إنه هذا الأعمال اللي تخص الحج. الأمور الأخرى تكون كلها هي أعمال استحبابية، بس أنت عندك أهم شيء بداية الطواف نهاية الطواف، هو مقام إبراهيم. مقام إبراهيم لازم الصلاة تصير خلفه، الطواف بهذا الاتجاه يكون، إن كان ما بين شوفوا هنا عملية الطواف، وهذا هنا عندك مقام إبراهيم، الطواف يكون ما بين المقام والكعبة أو حتى من برا، ما أغلب العلماء ما عندهم أي مشكلة به. هذا الحجر الأسود، هاي باب الكعبة، هذا حجر إسماعيل. حجر إسماعيل استحباب مؤكد الصلاة به، ما تعادل ما شاء الله، اللي هي مفتوحة إذا أكو يعني مجال مفتوح أنه واحد يقوم بالصلاة بها ممتاز. هنا عندك بعدين السعي ما بين الصفا والمروة، يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا. المكان اللي مأشر لك هذا هنا أخضر، شوف هذا هناك بينها أخضر، هذا لازم واحد الرجال فقط يهرول به المكان الأخضر، الشمعة الخضراء، إنهم أكو أماكن. وإحنا يعني الأفضل إنه نسعى بالسرداب اللي هو بالطابق السفلي، يعني مو بالطابق الأول ولا بالطابق الأرضي، لا بالطابق السفلي. هذا نهم يكمل لك مناسك الحج اللي تخص حقيقة يوم 8 ذي الحجة، يوم التروية، يوم عرفة، يوم العيد، يوم 11 ذي الحجة، ويوم 12 في الحجة. المهم هذا نسلسل به. هذه عرفة، شوف ما شاء الله هنا المكوث في عرفة، أعمال عرفة تكون في نهار عرفة، يعني من أذان الظهر هو الوقوف في المكوث أو الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس. هذا جبل الرحمة، جبل عرفة، ما مستحب واحد يصعد له ولا بأي أعمال، أنت بس مستحب مشاهدة. فواحد لا يروح ولا أنه يحاول يصعد ويصعد فوق، لا، ما عندنا أي من هذه الأعمال، بس مستحب مشاهدته من بعيد، وعدم يعني الانجرار وراء أنه أنا أصعد وبعدين أصير لك مشاكل حتى من ناحية الشرعية، لا. هذه هي أهم، شوف هاي عرفة بالليل، هنا عقب ما انتهى يبدأ التحرك إلى مزدلفة. مزدلفة هاي هنا انتظر مزدلفة، هاي شوف مزدلفة. مزدلفة هي أنه عبارة عن صحراء لا بيها خيمة لا بيها أي شيء، ما بيها انتظار ما بين يعني شو وقت ما نوصل حتى أذان الصبح، من أذان الصبح إلى طلوع الفجر إحنا لازم نبقى في مزدلفة. وأرجو الانتباه أنه الأكل واحد في أيام عرفة وأيام مزدلفة الأكل لازم يكون متواضع، لأنه هنا مسألة التواليت مشكلة حقيقة، العام هما شوية فتحوا بس هم بعد مشاكل. هنا نتوجه إلى رمي الجمرة الكبرى من مزدلفة، بعد المكوث نتوجه إلى رمي الجمرة الكبرى، وإحنا يجب أن نكون في الطابق الأسفل. هذا مسجد خيف في منى، رمي الجمرة الكبرى قلنا أنه يكون بالطابق الأسفل لا فوق. هذا شوف هاي الجمرة الكبرى، أول يوم نرمي 7 حصيات على الشيطان الأكبر. هاي هنا شوف بقية أعمال الحج كلها واضحة عندك، المحرمات الحج، الهدي، ذني أعمال يوم 12 ذي الحجة، أعمال يوم 13 ذي الحجة. نرجع إلى منى يوم هو 10، عقب ما يصير الذبح والحلق نرجع إلى منى يوم 10. إحنا عندنا خيام مخصصة في منى، إن يعني بقية الحملات ما عاد يبقى أغلب الحجاج يفترون، إحنا لا نبقى في منى، عندنا مكان مخصص. هذا شعب أبي طالب في مكة اللي هو يحتوي على مرقد أبي طالب عليه السلام ومرقد خديجة الكبرى، وهذا إحنا هم نقوم بزيارة من برا. إضافة إلى عدة في غار حراء وجبل ثور، ذن الأماكن اللي مهمة في مكة، طبعا إضافة إلى المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف أعماله هي 4، أول شيء أنه واحد هو الطواف، طواف مرة واحدة أو 7 عن 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 المعصومين، عن ما هو ما شاء الله، صلاة من بعد الطواف، قراءة القرآن إذا ما يقدر بعد بس ينظر للكعبة. هاي آخر يوم في منى وهو يوم النفرة، إنه واحد من يخلص أعمال حقيقة يتوجه إلى الهوتيل.